كانا يرقصان سوياً، سعيدين ببداية حياة جديدة سوياً، ولم يدركا هول الفاجعة التي ستغير حياتهما للأبد. حنين وريفان عروسان عراقيان أقاما زفافهما في مدينة الحمدانية، وتحديداً بقاعة الهيثم الملكية. وأثناء رقصهما سوياً انطلقت ألعاب نارية في السماء وعادت كجمر مشتعل أحرق كل من كان تحته، ولكن العروسين نجوا بأعجوبة وفقاً لوزارة الداخلية العراقية. الحمدانية التي تعرف باسمي قرقوش وبغديدة هي بلدة مسيحية يتحدث سكانها لهجة حديثة من الآرامية، خضعت لسيطرة تنظيم داعش في الفترة ما بين 2014 و2017، ولحق دمار كبير بالمنطقة. النزاعات العديدة التي شهدتها المدينة جعلت من بنيتها التحتية متداعية، وهذا ما حدث في قاعة الزفاف، فقد كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند المكونة من الألومنيوم والبلاستيك، فانهارت بسرعة مع وقوع الألعاب النارية. وما فاقم الأزمة هو انبعاث غازات سامة ناتجة عن احتراق هذه المواد، فقضى أكثر من 100 شخص نحبهم مع إصابة العشرات.